منطقة الشرق الأوسط منتدى وحفلة توزيع جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة في الفترة ما بين 24 إلى 27 من يونيو من العام المقبل. وبذلك تكون مملكة البحرين رابعة دولة في العالم والأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف وتنظم هذا المنتدى خارج مقر الهيئة العامة للأمم المتحدة. للمزيد حول هذا الموضوع معنا على الهاتف السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية. بداية سيد محمد، ما أهمية هذه الفعالية بالنسبة للبحرين، خاصة أنها تستضيفها أولا وللعالم ثانيا؟ مساء الخير. طبعا المنتدى مثل ما نعرف منتدى وحفل توزيع جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 يعقد المرة 11، ويعتبر يعني من أكبر فعالية وجائزة تنظمها الأمم المتحدة مباشرة، ليس من خلال يعني منظمات أخرى. يعتبر يعني مثل ما قلنا الحضور يعني أكبر من أكثر من 700 من خبراء مختصين في الخدمة العامة على مستوى العالم. نعم. من ما لا يقل عن 80 دولة من مختلف المناطق الجغرافية، ويعني عادة حقيقة مثل هذه المؤتمر يحضره عدد كبير جدا من كبار مسؤولين وعدد كبير جدا من الوزراء وأحيانا حتى رؤساء حكومات يحضرونه. نعم. فبالتالي هو يعتبر يعني فعالية مهمة جدا، لأنه يضع ملامح وسياسات للدول حول يعني تقديم الخدمات العامة للمواطنين وكيف تحسينها ومكافحة الفساد وتعزيز المشاركة في صنع السياسات. الحقيقة طبعا مملكة البحرين بما حققته في مجال الحكومة الإلكترونية ويعني من خلال الإنجازات اللي تحققت وأيضا من خلال مشاركتها في اللجان الأمم المتحدة ساهمت في وضع السياسات والمعايير في مجال الحكومة الإلكترونية والخدمة العامة. لذلك يعني عقد هذا المؤتمر في مملكة البحرين اعتراف بمحققة مملكة البحرين وبالتقدم اللي تحقق، وإضافة طبعا إلى يعني أهمية الاقتصادية وتأثير ذلك على اقتصاد البلد من خلال شغل أكثر من 3000 غرفة فندقية وتعزيز سياحة المعارض والمؤتمرات وتحريك الجانب الاقتصادي والأسواق يعني السيارات الأجرة وغيرها. يعني كلها هذه تعتبر أمور جانبية ولكنها مفيدة بشكل سيد كبير. محمد عفوا، لكن هل يعني هل اختيار مملكة البحرين لاستضافة هذه الفعالية يعني كما ذكرت بأنها لوضعها الاقتصادي لما حققته من إنجازات على صعيد الحكومة الإلكترونية، هل هناك معايير أخرى تم اختيار البحرين لاستضافة هذه الفعالية؟ أكيد طبعا الجائزة والأمم المتحدة كونها هي يعني تضم 93 دولة حول العالم وتهتم أن يكون عقد المؤتمر في مختلف المناطق الجغرافية، ففي المرة هذه كان التركيز أن يكون يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي يعني من خلال ما حققت مملكة البحرين من إنجازات ومشاركتها الفعالة دائما في يعني وضع السياسات والمعايير ومساعدة الأمم المتحدة في تطوير الخدمات العامة، كل هذه كانت معايير لاختيار مملكة البحرين يعني من خلال النشاط الموجود مملكة البحرين ومن خلال الإنجازات التي حققت. نعم. كل هذه طبعا معايير للاختيار ما بين عدد كبير من الدول اللي تقع في المنطقة أن يكون عقد المؤتمر في مملكة البحرين. نعم سيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.